شعار ما يقبل المساومة أو التسامح، إما نكون أو لا نكون، من نكون موجودين نكون فعالين نعمل، وهذا العمل بما يرضي الله ويرضي ضمائرنا. من أول يوم احنا نطينا الخطوط العريضة لعملية البناء، لا لازم يكون حسم، يعني من يشكل تحقيق بقضية معينة لازم القرار يوجع، يراد ان إعادة نظر بمعيتنا. حتى لو احنا نشتغل، انا ما متعود اقعد بمكان وافشل، ما عندي الف الحمد لله والشكر في كل حياتي في كل مسيرتي، واوقف بوجه اكبر واحد على الباطل على الحق، والله ادي له 10 تحيات مهما يكون، بس على الباطل اوقف اكبر وجه باكبر راس، ولا نسمح لنفسنا اخواني ان نجامل فلان وفلان. اذا اريد نجامل على حساب الواجب هذه جريمه. خلوا هاي ايام رمضان تكون فاتحه خير، خلونا نصحح خلال فتره رمضان.